اليوم تظاهر احتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، نظمت منظمه العفو الدوليه بمشاركه مؤسسه بالمفتي للعداله والحريات والرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع قفصه، تظاهره تحت عنوان نضال من اجل حقوق الانسان. شملت التظاهره عرض مسرحي، توزيع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتوعيه باهميه حقوق الانسان في تنميه المجتمعات. منظمه العفو الدوليه تحتفل هذه الايام بالذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان، كذلك تشهد ماراثون كتابه الرسائل في كامل ولايات الجمهوريه وفي كامل العابل في كامل العالم. في قفصه الماراثون انطلق منذ 3 أيام ويتواصل في كامل الجامعات في قفصه، وكذلك في يوميا 10 صباحا في وسط المدينه. اليوم مؤسس محمد المفتي للعدالة والحريات مع منظمة العفو الدولية مجموعات قفصة والرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان فرع قفصة، تشاركنا مع بعضنا في نشاط تعبيري رمزي لإحياء الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه معناتها في شكل مسرحية تعبيرية اللي بعد الثورة للأسف ما زال فما انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعرفوا كل قضية الشهيد محمد بن مفتي اللي هي أكبر تجسيم لانتهاك الحرمة الجسدية للشهيد محمد بن مفتي في مسيرة سلمية، هو يندد بالعنف وسقط هو ضحية العنف. ونحن المؤسسة معناتها هي مؤسسة حقوقية، ما تنجمش تفلت المناسبة هذه باش تعبر ولو بصفة رمزية باشتراك مع مكونات المجتمع المدني في قفصة للتذكير بحقوق الإنسان، واللي نحن مش نبقوا نوصلوا النضال باش تولي تونس كيف ما نحبوها ونحقوا اللي استشهدوا من أجله شهداء تونس الكل ونرسخوا حقوق الإنسان. التظاهرة هذه عملناها بمناسبة ذكرى 66 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حبينا نوصل المساج لمدينة من قفصة، هي تخدمت في برشا جهات تشاركت فيها المنظمات هذه بحكم مازال الانتهاك لحقوق الإنسان موجود في تونس، ونحبوا نسعوا اللي الدولة التونسية تحترم البنود العالمية لحقوق الإنسان من أجل مجتمع أفضل. Let's do that.